السلام عليكم. أهلا الإخوان، تحياتي للجميع، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. استسمح على هذا الغياب الإخوان، شوية ديال التعب دائما في أواخر الشهر المبارك، يكون شوية ديال التعب والإرهاق، شوية ديال السهر والدماغ شوية كيخدم. نطلبوا من الله أنه يفرج علينا هاد الحالة اللي كنعيشوها جميعا، انه يرفع لنا هذا الوباء وترجع الامور الى مجاريها ان شاء الله خير الاخوان. ان شاء الله خير على اي، نتمنى تكونوا بخير. تحياتي للجميع اخوان جميعا بدون استثناء. هذه الحلقه الدردشه دائما الولاعيه ما بين مراد المعارف، ما بين الاصدقاء ديالنا جميعا، فهي دائما في اطار سلسله كيفيه أو كيفية تلقين طائر الحسون والهاجي، وهي سلسلة الخوت باش نكونوا باش نوضعوا النقاط على الحروف. فهي واحد السلسلة عبارة عن حوار وعن دردشة، وليست يعني واحد فرض أفكار ولا توجهات، لا بالعكس. وحتى الاخوان اللي كيتسائلوا ولا كيسولوني انت مراد المعارف كيف انت ياك الطريقه ديالك في التلقين، فانا ضمنيا الجواب ديالي على هذا السؤال ولا هذا الاستفسار فهو ضمنيا في جميع الحلقات. فالاخوان اللي يعني يتبعوا معايا الحلقات من الاول حتى الاخر فغادي يكون واحد الفكره على الطريقه والتصور ديالي للتلقين، ولكي نحيد هذا اللبس هذا، فمراد المعارف عنده تلقين بسيط جدا. انا لو كان اي واحد في الاخوان يجي عندي المنزل ويشوفني كيفاش كنحفظ الطيار غادي يتفاجئ، يقول انت يا راه واقيلا اول نهار عندك في الهوايه، اول نهار كتولع ولا ما غيفهم والو. وهاد المساله هذه يعني غتلقاو الجواب ديالها في الحلقات كامله، فربما انه كم عدد طرق التلقين الموجوده الان، فعدد الطرق ولا كيفيه التلقين اللي موجوده الان فهي بعدد المواليه. وراكم كتشوفوا بانه اي واحد كيحكي لينا على طريقه التلقين ديالو فهي مغايره للصديق ديالو ومغايره لهذا الاخ ومغايره لهذا الاخ، لانه كما قلت الاخوان وهذا هو الافاده اللي خصنا نستافدوا منها. فليس هناك طريقه للتلقين ستوندار، وقلتها وقيلا في الحلقه السابقه، فكل بيت، كل وكر تغريدي وكل مولوع وكل قناعات ديالو، كل واحد عنده طريقته في التلقين. ولكن وهذا هو ماشي الجميل في هذه السلسله، ولكن الرساله ديال هذه السلسله اللي كان نتحاوروا فيها الان هو نوجدوا واحد الضوابط المشتركه اللي ممكن نتعاملوا بها ونطبقوها في جميع طرق التلقين، بما في ذلك الطريقه التقليديه، الطريقه المتشدده والطريقه المتوسطه. الاخوان حاولوا تستنبطوا يعني ما نقولوش النصائح ولكن الرسالات اللي حاولنا نمروا في هذه السلسله، وهي يعني تمزيج بين ما هو طبيعي لما يقع في الطبيعة، وما هو بحث علمي، وما هو ممارساتي يعني، وما هو تجربة. فإذا قدرنا أننا تكون عندنا هذا التوليفة هذه ولا التخريجة في الذهن ديالنا عندما نقوم بتلقين الطيور، فلا خوف علينا ولا نحزن، لان غتكون هناك واحد ماشي قفزه، ولكن غيكون واحد التطور غير في التفكير ديالنا في التلقين. فجميل جدا ان ترى مثلا يعني مواليع شباب ولا قدام يعني عندهم واحد المقاربه اللي هي منطقيه وعارف اش كيدير، كما نقول انه كيحط الطائر كطائر حي وكيتعامل معه كطائر حي، عاد كيفكر في التغرير او في التلقين. كما هو جميل جدا فهو مؤلم جدا ان ترى مثلا بعض الشباب اللي كتوخى منه انه الدماغ ديالو يعني كما نقولوا اوبن مايند، يعني انسان متفتح وانسان
الدماغ ديالو باقي كما نقولوا باقي ناضج، باقي السميع باقي فيرج، ويؤلمك انه صافي طبع بكل ما هو مسلمات وقناعات لما عنده لا اساس ولا اساس من الصحه ولا غير عن 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 عن, عن. حتى العنعنة اصبحت متداولة بي 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 بطريقة سلبية في الهواية. فهذا بين قوسين، انا دائما في اي حلقة خاص للاسف خاص ضروري تحط اطار فاش كنتكلم. تكلمنا في الحلقة السابقة على مسألة ديال التبجغيط، وقلنا بان التبجغيط مدرسة قائمة بذاتها، وان كل واحد على حسب الطريقة دياله في التلقين يجب ان يستمع الى التبجغيط، التبجغيط الاول وحتى التبجغيط يعني الكونفيرمي يعني التقليد يعني الثاني التقليد اللي كيؤدي الى البلوره ديال التغريد. وفي هذه المراحل هذه شفنا بانه الانسان اللي كيعتمد على الطرق التي تسمح له بالانصات الى الطائر ديالو يوميا او يعني ما احسن حاجه هو تسمعوا يوميا، يعني التتبع ديال التبجغيط خصو يكون يومي. وانا يعني كنفكر في هذا الموضوع هذا من خلال التفاعل ديال الاصدقاء ديالنا في الفيسبوك عبر الرسائل يعني الخاص اللي كنتبادلوا في الحوارات. في الاغلبيه ديال الاخوان تقريبا يعتمدون واحد الطرق اللي هي متشدده، وكيحاولوا انهم من خلال اعتماده مثلا للكاخون كيفاش انه يوفر للطائر واحد الحياه اللي هي مريحه اللي غتجعل هذاك الطائر انه حتى في عمليه التبجغيط يؤديها بواحد الاريحيه. وحتى انا بعض الاخوان ولاو كيدخلوا في المنهجيه ديالهم انه ضروري خصو يحل الكاخون على الطائر. هو غادي يساب شويه بشويه انه كيقول لك غادي نحل عليه النهار كامل حتى الليل ونسد عليه، يعني باغي غادي يستعمل الكاخون غير في واحد اللحظه اللي هي معينه. ولكن وهذا هو الرساله ديال هذه الحلقه هذه، لان كان ضروري خصني نتكلم على هذا الموضوع. هذا غنتكلموا على واحد الموضوع الاخوان هو عنده علاقه بالعلم، واظن على حسب يعني النظريه ديالي انه هو السبب المباشر لموت الطيور ديال العش او اي طائر اللي ملقن في الكاخون. لان الان السؤال ما هو السؤال؟ ماشي واش غادي يحفظ، راه غادي يحفظ، ما كنقولوش ما غاديش يحفظ الطائر في الكاخون، لا الطائر غادي يحفظ الكاخون. وراه تطرقنا على هذاك الحفظ شنو هو، واش حفظ طبيعي ولا حفظ ديال روبو ولا بحال طائر آلي. هذه القضيه راه لا نقاش فيها، حتى المعالم ديال الطائر والطريقه كيفاش يغرد وكيف يتعامل فهي كتعطينا واحد النظره انه طائر غير عادي، طائر يغرد بعصبيه وفي بعض المعالم ديال يعني الجنون، وهذا اللي كتبينوا بانه ماشي طائر عادي. وحتى ولات عندنا بعض القناعات ان بعض الاخوان اللي كيكونوا يتكلموا على طرق التلقين كيقول لك راه كنخدم انايا بالعش كنخدم بالشوك، الشوك الاخوان الشوك هما الطيور المقتنات من الطبيعه، كنقول لهم هنا في المغرب طائر الشوك، يعني الطائر اللي ديجا اللي كيعرف الشوك في الطبيعه. فولات عندهم قناعه الاخوان انه الطائر ديال الشوك طائر عادي، خص الانسان يدير معاه بعض الاحتياطات ولكن كيبقى طائر عادي، بخلاف طائر العش. فكلنا هذا اجماع ديال الموالين كنقولوا بان الطائر العش واحد الطائر اللي هو خسر الضو مع البال، طائر معصب كيخرج ماشي نورمال ماشي هذا. اذا ولات قناعه ولات مسلمه. دابا تبعوا معايا في الحوار، دابا بحال كنتكلموا مع بعضياتنا، الطائر ديال العش ماشي هو هذاك، ني با نورمال. طيب اذا كان ماشي نورمال خصنا نحطوا سؤال، لماذا هو ماشي نورمال؟ لماذا سؤال لماذا هو ماشي نورمال؟ وحنا كنزيدوا انه نعتمدوا ليه واحد الوسيله ولا واحد التقنيه ديال التلقين اللي حتى هي ماشي نورمال، اللي هي الكاخون. اذا الطائر ديال العش هو ماشي نورمال،
ونستعمل معه طريقة اللي ماشي نورمال، بمعنى أنه النتيجة هي غتكون ماشي نورمال. هذا المنطق وهاد القضية متفاهمين عليها، لكن السؤال هو لماذا هاد الطائر ماشي نورمال، وعلاش ملي كنديرو في الكاخون وكنحفظو وكيحفظو وكيخرج يغرد ولكن بطريقة ماشي نورمال، وهو أصلا ماشي نورمال. غادي نمشيو دابا للمبحث العلمي ضروري الخوت، لأن لماذا أنا ما لقيتهاش في الولاعة، كنتصنت على الموالع كيهضرو هنا وهناك، كل واحد كيقول لي أنا التجربة ديالو في التلقين، كلشي غنتصنتو على 100 واحد، غادي نجيبو 100 واحد غنديرو معاه استجواب، لأن هكا كتكون ليتيد. كنعزلو واحد العينة، ما كيتسمى بالفرنسية أن بانيل، أن بانيل هو واحد العينة ديال لابوبيلاسيون، واحد 2000 واحد كناخدو، واحد 100 كنعزلوها كنجيبوها وكنبداو نديرو عليها كما نقولو أون إيتيود دو مارشي، كندرسو كنتصنتو ليهم. وهاد القضية مزيانة، لأن كل ما سمعنا الماكسيموم ديال الموالع والطرق ديال التلقين ديالهم، كل ما كنوضعو النقط والأصبع على مواطن الخلع، وكنلقاو بأنهم كلنا عندنا بعض المسائل اللي هي مسلمة وقناعات، ولنا لا نجتهد في إيجاد الحلول. فكل واحد عنده طريقة التلقين، كل واحد عنده التجربة ديالو، كل عنده القناعات ديالو، كل واحد يبدع في يعني باش يقول لنا الخبايا ديال طريقة التلقين ديالو. جميل جدا، ولكن من خلال الكلام ديالنا على الهواية يتضح أن هناك مشكل. واش كندوزو عليه مر الكرام؟ واش كنتجاهلوه؟ واش ما كنتنبهوش ليه؟ واش حنايا يعني علميا محدودين؟ واش ذلك مبلغون من العلم؟ ما ميهمش، ولكن ضروري خاص واحد الفئه تبحث الخوت، ضروري واحد الفئه تبحث لماذا كاين هذا المشكل. فغادي نمشيو للعلم من خلال يعني التصفح ديالي انا لبعض البحوثات العلميه، وخاصه انصح الاخوان انهم يبداو يبحثوا في الاناتومي دو لوازو، الطير كيفاش مكون، يعني غنطلقوا حنا من الراس حتى للرجلين، وبشويه علينا اللي ما عندوش الوقت غادي يبحث الراس ديال المقنين، ما هو الجناح، ما هو السيستم نيرفي، ما هو لي زانتيستون المصارم، ما هو الطريقه ديال التنفس، ما هي هادي الاخوان راه ضروري ديروها كاملين. راه حتى بالنسبه للانسان اللي ما عندوش واحد المستوى مثلا علمي ولا هذا، راه ممكن كاين شروحات مبسطه تعرف الطائر كيفاش كيتنفس وكيفاش كياكل، كيفاش لا فيزيون، كيفاش كيشوف المسائل ديال الطائر اللي انت عزيز عليك. انت كتقول والمقنين انا مولوع بالمقنين، والمقنين نبيع عليها حوايجي، نبيع عليها داري، نبيع عليها طوموبيلتي، كي استغفر الله اللي طلق المراه على قبل المغني، واخا كدا هو الولاء والحب وداكشي. وانا كنعرف واحد القاضي، الانسان اللي كتبغي وكتحبو كتبحث فيه وتعرفو شنو كيضرو وشنو ما كيضروش، ودير اونيتيو جينيرال ديال داك الكائن. فهاد القضيه الاخوان هادي نصيحه للموالع كاملين، مني وجبد من صغيرنا الى كاهلينا، انه يبدا يتفقه في الطائر، أنه يبدا يبحث في الاناتومي ديال الطائر، كيفاش الطائر داير. من خلال هاد الابحاث المتفرقه رجعت لواحد البحث اللي قمت به يعني على ليجير، وكنت كنتسائل على واللي جبدني لهذا البحث هو المساله ديال الكاخون. وكما قلت الاخوان فدائما في اطار المشاكسه الولائيه، انا دائما الانسان ملي كيواجهني بواحد السؤال ولا بواحد كما نقولوا بواحد الطاكل ولاعي، ماشي الطاكل ولاعي، هذاك هو اللي كناخذو انا وكيعطيني نفس وكنمشي نبحث. الكاخون ملي كنا كنتكلموا انه المساوئ ديالو هناك رطوبه مرتفعه، الحراره مرتفعه، يعني عدد ديال المسائل اللي يعني ليزولاسيون ديال الصوت، ان الطائر يصبح غير ماشي كائن حي هناك، هذا فجميع هذوك المعالم المساوئ ديالو بخلاف المحاسن اللي كيذكروها الاخوان بين قوسين
لان المحاسن الوحيده اللي عند الكاخون هو انك ليزولاسيون كتفصلو على العالم الخارجي، هذه هي هي المميزه الوحيده اللي كاين. اذا عندها واحد الحاله مميزه هي مهمه، ولكن عندها واحد الطابع اللي هو اناني، ما عندهاش طابع ديال اللي كي راعي الكائن الحي. نتفاهموا على الخوت، عاد دابا كنتكلم. واخا كاين المحاسن ديال الكاخون وحده، انه ما غيسمعش الزوج وما غيسمعش الفراخ اللي حداك، حيت انت دير 36 فراخ وما غيسمعش الزوج. فعلي هذه هي الميزه الوحيده اللي كاين، وهذه الميزه اللي كاينه فيه هي مخالفه للطبيعه والكون ديال الله سبحانه وتعالى وداك الكائن الحي. راه من هذا المنطلق علاش ربما انا عندي موقف من الكاخ، وراه تكونوا مفاهمين معايا. غير هذاك الولع زايد على الحدود، والولع كما نقولوا افوغل، الولع الاعمى، هو اللي كيجعلنا ما كنقبلوش هادشي. اما لو كان انسان يسمع بواحد البصيره، واحد العين منطقيه، واحد هذا، فهو غادي 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 يفهم المساله بانه فاهم المشكل. من خلال هذا البحث هذا بديت كنتسائل انا، ما هي الحراره ديال الطائر؟ حنا كنعرفوا بان الانسان الحراره لا مويان دو تمبيراتور ديال الانسان، هي المعدل الحراره ديال الانسان هو 37، بمعنى ان واحد الانسان اللي كتوصل ليه الحراره 40 41 قالوا طبيب ولا قالوا لومبيلونس، كاين مشكل. هذا المساله جراتني انني نبحث في الطيور، ما هي الحراره المعدل الحراره ديال الطائر. وهاد الاخوان الاخوان الموالع ديال البقنين، راه هذه المعلومه مهمه يعني ماشي عيب انه الانسان على الاقل محب للحسو اللي يكون كيعرف هذه المسائل، يعرف بان الطائر الحسو راه الحراره المعدل الحرارة ديالها هي 41. هناك الطيور اللي عندهم معدل الحرارة حتى 43. حنا غادي نبقاو حنا في الفصيلة ديال المقني، لي باسيغيفور، لي فرانجيليدي، كاين باسيغيفور ولي فرانجيليدي اللي منها المقني. 41 درجة هي معدل الحرارة ديال الجسم ديال الطائر الحسي. هذه معلومة مهمة ومعلومة خاصة بالإخوان اللي كيديروا الكاخو، باش ديروها في حسابكم الخوت وتنبهوا ليها وتلقاو لها الحل. كما لقيتوا الحل بانه انسان بدا كيدير لي فونتيلاتور باش يدور الهواء، كي ربما غادي يبدا يدير الكليماتيزور، ما عرفناش. الامور كتطور، راه شي خطره شي سباليوني يدير كليماتيزور وسط الكاخون، وليت حنا نديرو كليما، حنا خصنا هما يديروها باش نديروها حنا. الحراره 41 ديال الطائر، واخ وحنا كنقلبوا دابا على المشكل اللي غيمكن يوقع الطائر في الكاخون باش يبرزط ليه يعني الحياه الفيزيولوجيه ديالو اللي غتجعلو انه انسان غير عادي. فغنرجعوا للطير في الطبيعه، حنا العلم شدوه عبروه، قالوا لينا راه 41 درجة في الطائر، بمعنى أن الطائر لو كان طلع ليه درجة الحرارة فوق 41 فكاين مشكل، والعكس أنه الطائر لو كان تهبط ليه الدرجة بطريقة مفاجئة، وأنا أسطر على كلمة مفاجئة، وتعرفوا علاش، ملي كطيح على 41 تهبط 38 37 فهناك مشكل. الطبيعه غنمشيو للطبيعه، شنو هما المسائل اللي كتعطي الحراره لجسم الطائر؟ كاين جوج دو كانال، كاين التغذيه كتعطي حراره، هي اللي كتعطي الاعتدال ديال الحراره، الماكله. هنا اشاره للاخوان في التعامل ديالهم مع الطيور على حسب الفصول ديال السنه، فالماكله ديال فصل الصيف ماشي هي الماكله ديال فصل الشتاء، لان الجسم ديال المقنين في الطبيعه كيتادابط مع التغذيه ومع الفصول للمحافظه على ماذا؟ على الحراره المعتدله ديال الجسم ديالو.
داكشي علاش كيبانوا لنا في واحد اللحظه كيسرحوا على واحد مثلا واحد النبته، واحد المره اخرى كيسرحوا على واحد النبته، واحد المره اللي كيمشيو يسرحوا على نباتات متنوعه، فذلك للمحافظه على واحد لو ريجيم اليمونتير، واحد النسبه ديال لي كالوري اللي كتحافظي على الحراره الداخليه ديال الجسم ديالو. لماذا راه ديك الحراره الاخوان هي باش كيعيش 70 عام الى قوسي، باش كيعيش 10 سنين 12 عام في الطبيعه. هو عنده داك الترمومتر انترن، هو ترمومتر انتر. شو هذا بقى جاتني فكره، هذه بين قوسين اخوان ديال الكاخون، غدير واحد القضيه واحد التجربه غديروها جميعا، وانا جاتني الله دابا تاخذوا داك الترمومتر ديال الحراره وغتمشيو للكاخون ديالكم بطريقه عاديه، غتحط الطير ديالك، غتصدع الطير، تخشي مع الترمومتر وسدو سدو وعبر الحراره، خليها خليها داك الترمومتر، خليه في واحد البيريود حتى تحس به بانه ديك الحراره تستابيليزات، غتحل وغتاخذ هذا وشوف الحراره اللي كاينه وقارنها مع الحراره الخارجيه اللي كاينه في الغرفه ديالك ولا في البيت ديالك. هذه معلومه هذه خصكم ديروها، هذه خصكم تبداو تقيدوها، غادي حاولوا بداو ديروها الخوت، غتستافدوا منها. هذه بين قوسين عنده الماكله هي اللي كتعاونوا باش يدير يحافظ على الحراره ديالو، وعنده بارامتر واحد اخر اللي هو لونفيرونمون، مثلا مقنين في منطقه جبليه ماشي هو المقنين مثلا في منطقه يعني جنوب ورزازات ولا 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 جول ولا الجنوب المغربي. فهو حتى الحراره ديال لونفيرونمون كتلعب دور، وكتلعب دور حتى على التغذيه ديالو، باش هي كتعطيه اشاره انه يمشي يشرب هاد الكميه ديال الماء ويمشي ياكل هاد النبته هادي ويدير اذن هادو هما لي دوكا. اش كيوقع لينا حنايا في التلقين ديالنا، وخاصه الاخوان ديال الكاخون والاخوان ديال الصنادق ولا حتى لي بوشيط، راه العديد من الاخوان بالبوشيطه ديالو، راه حتى شحال من واحد اصدقاء ديالنا عندو بوشيط طوموبيل، هذاك في الطوموبيل كيخلي بوشيطه في الطوموبيل، كيسخن الطائر كيخرجو من الطوموبيل كيحل عليه كيلقاه اما مات اما يلاه غادي يموت، اما كيديه للدار كيموت ليه، كيقول لك راه الشمس. هو اش وقع؟ هو كيوقع لهم ما يسمى ان شوك تيرميك، واحد الصدمه حراريه. هاد الصدمه حراريه اللي شكون اللي معرضين ليها بزاف؟ هما الطيور الملقنه في الكاخون. الطائر في الكاخون هو اصلا فيه 41 حراره خاصها تكون فيه، وديروا في بوشيطه وديروا في الكاخون، هنا لومبيونس ولا لونفيرونمون ديالو ديجا طلعت ليه الحراره، وموكلو بواحد الماكله اللي هي يعني حار. نفرضوا انك دوزتي الزوان وداكشي ما عليناش، ولكن هضرك انا من الايام الاولى ديالو، وانك كتعطيه لي فيتامين، انت عند بالك راك مهلي فيه، لا انا فرخ ديالي لا واخا كنعطيه الزوان والماء، شوف راه كنعطيه فيتامين والماء، كندير ليه فيتامين بابا مالي فيه، والعمان والتشماش كنخرجو نعمو والله. هذاك هو المشكل الكبير، المشكل الكبير انه كاين صدمه حراريه ان شوك تيرميك، طائر كتخرجو من الكاخون وتحطو، هي الصدمه الاولى. شي هو كيتصدم شي راه داخليا، حنا ما عرفناش دابا داك الطائر هو خاصو 41 درجه، ما عرفناش حنا ربما راه كانت فيه هو 45 ولا 42 ولا 43، وخرجنا وهبطناه راه حكينا نشيت نشيت ديال لا طومبير، هبطنا ل 39 800 راه وقع عليه شوك تيرميك، الطائر غادي مرض ما يبيناش ليك. وكاين المصيبه الكارثه اللي كنرتكبو هادي، يا ربي اسمح لينا، كنخرجوه من الكاخون ونحلو عليه، هو الصدمه الاولى تيرميك حراريه لداخل، هذه ما كنحس هذا في اطار الخوت سؤال لماذا او ربما على هذه القضيه، راه هذا باش كنتكلم كنجبدو كنحطو كنعري عليه ونحطو في الشمس، او عند بالي انا راه كنشمش فيه عمان وتشماش. ومن قال لينا اننا حنايا دابا راه خرجناه بردناه وعاوتاني سخناه، وانا اكيد انه لو كنديروا ليه واحد كيما نقولوا ما شنو هذاك الطريقه
باش تعبر لا طوبير غادي يبان لينا طاف 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 الحراره ديالو ديال الجسم ديالو كيفاش تبدلات. الطامه الكبرى احنا شمشنا ولا كيجيونا الناس اللي كيبداو ينصحونا كيقولوا عندك والطير خاص حتى يتشمش عاد تدوش ليه. هادشي جميل جدا الاخوان، كيبين اننا كنفكروا في الطائر ولكن نفكروا في الطائر ماشي عبثيه، خصنا بدون نبحثوا راه كنرتكبوا اخطاء فادحه في حق الطائر ككائن حي، وماشي غير كائن حي اننا حنا كنكونوا سبب في المشاكل ديال التنقيل من خلال هاد المعاملات. ومن هاد المنطلق الخوت علاش انا شحال واحد كيسولني كيقول لي انا ما كنبغيش نهضر على طرق التنقيل لا بالنسبه للطيور ديال العش ولا بالنسبه ديال الكاخو، انا ما كنهضرش فيها. وحتى الاخوان اللي كانوا مفهموني غلط، ماشي قلت لكم ان الطيور العش ما كتحفرش، قلت لك الطيور المقتلعه من الطبيعه انا ما كنهضرش فيها، ما عمر نوريك الطريقه كيفاش تلقى لهم، لان كمبدا مبدا انساني مبدا ديني مبدا قانوني مبدا جميع المبادئ ما كتخلينيش انني نتكلم على طيور العش ديال الطبيعه اللي غادي يجيبهم بنادم غادي يوكلهم ويدخلهم. عمركم تشوفوني كندوي لكم عليها، بما في ذلك الكاخون ما عمرني نقول لك كيفاش تحفظ في الكاخون، بل ممكن انني نقلب معاك على الحلول للكاخون. لعل وعسى واحد النهار الاخوان يكون عندهم قناعه انه ما كاين لاش نستعملوا الكاخون، عندنا دليل، عندنا اصدقاء يعني وابطال في التغريد اللي يعتمدون الكاخون بتاتا. ولكن تنبهوا انه السر كاين ماشي في الكثره ولكن في القله وفي التعامل في الملاحظه. اذا غنجبدوا من الكاخون غنبداو ندوشوا، وهذه المساله ديال التدواش كنقولوا لا دوش فورسي يعني التدواش الاجباري راه هي كارثه بالنسبه للطائر، كارثه. بالاضافه اننا احنا عاوتاني غنديروا ليه واحد صدمه حراريه اخرى، ان شوك تيرميك اخرى، وربما ما يدوش اصاحبي الطير ما باش يدوش، وانت اللي انت اللي شمشتي، هو كاع ما كان باغي يتشمش، يلا انت اللي شمشتي وكتقول لي غتشمش وغدوش، والجسم ديالو راه ما بغاش هو يدوش. الطير دابا في الطبيعه راه ماشي حتى كيجي وكيبدي ولا كيدير بعض المسائل وبعض الطقوس وبعض وكيمشي ويجي وما ما عالم الله اش كيدير، عاد كيحتاج التدواش يتشمش. هادشي كنعي انا هادشي كنشوفو بالعين العين يعني عيانا قدامي، الان كنتكلم وحدايا فراخ انا مطلوقين وكنلاحظ وقتاش كيدوشو وقتاش كيتشمشو، ما هو كيحتاج انه يمشي يدوش، ماشي كلهم كيدوشو في خطره واحده، كل واحد على حسب البرنامج ديالو وشنو دار باش يمشي يدوش ويتشمش. هادشي انا راه كتجربه كنجرب فيه مباشره. اذا انت كدير لي اون دوش فورسي تدواش اجباري، التدواش الاجباري عطيه الاخوان اش كيدير هنا، وربما هو يكون من سبب الموت ديال الطيور ديال التلقين بشكل يعني كبير جدا. وغادي تبحثوا معايا وغادي غادي تقتنعوا بانه هذا ربما مشكل كبير، هذاك التدواش فورسي، ان هذاك كتسمى هذاك التدواش اش كيوقع الا ما دوش الطائر بوحدو، انه الماء اللي كترشو الماء كيدخل ليه لي كوندوي اوديتيف ديالو، قلنا بانه هو عنده الودان على سطح الجلد، انك وخاصة الطريقه كيفاش كيدوشوا الاخوان راه ما شاء الله. وشي الاخوان كنا تمشيو تقراو هذوك هذوك لي هذوك ديال مثلا ديال القميله ديال، راه دائما كيكتبوا لك واحد المساله كيقول لك منين تبغي ترش على شي طائر اولا كاين جوج نصائح، هو تجيه من الظهر ديالو تجيه من اللور وترشو، وثانيا تاخذ واحد المسافه مينيموم ديال واحد نص متر، نص متر تقريبا قدامك، نص متر من نص متر رش عليه، هو الطائر راه هو غادي يحل الريش ديالو بالمقاييس وبلي بروبورسيون باش ياخذ لا دوز ديالو ديال الماء اللي هو محتاجه، وعارف هو شنو باغي اش بغي يحك واش بغي يدوز. راه ماشي تشدو نتا وتحط القفز على بعد واحد 10 سنتيم
ومني كتسرد الطائر كامل كتغسل ليه كامل كتفرح وتواشت ليه. ولا راه اش كيوقع الخوت؟ راه الماء كيدخل ليه في الودن ديالو وكيتكون ما واحد هاد القضيه راه الله يحفظنا ويحفظ وليداتكم جميعا كتوقع حتى بالنسبه للوليدات الصغار التربيه، انه كاين مثلا داك التربيه اللي كيتنساه مو وكي كتكون كيكون ناعس على 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 القفه ديالو في حال هكا وكيمشي ليه الحليب وكيدخل ليه الودن ديالو الام ديالو ما كتعيقش به. ونهار على نهار كاين الامهات باقيين مبتدئات كما نقولوا، ما انه ما كت الولد ديالها ملي كترضعو ما كديروش لا بوزيسيون فيرتيكال باش يوقع داك الارجاع ديال داك ديال الحليب، كترضعو كتحطو اش كيوقع لك؟ يخرج لي الحليب من هنا وكيمشي لي وكيدخل لي الودنين ديالو، الام ديالو مسكينه ما عارفاش وكيتكون ليه ما يسمى اون دي زابسي دي زوتيت، يعني مشاكل كبيره كتوقع للودن ديال الولد الصغير وكيبدا يبكي وحنا ما كنعرفوش. حتى كتقول لك شي وحده خبيره ولا شي طبيب يقول لك راه عنده شي وقيله شي مشكل في الودن. كذلك الطيور، راه الطير اللي كنفرضوا عليه داك التدواش لا كونتيتي ديال لو كميه الماء اللي كنفرضوا عليه اثناء عمليه التدويشه راه ربما ما كيقدرش يقاومها وكيدخل ليه الماء للودن ديالو وكيتكون ليه دي زابسي ودي زوتيت ابسي اللي ميمكنش ليه انك تعيق به، امبوسيبل ميمكنش تعيق شي ان ابسي يا الاخوان. الا تكون ليه داك لابسي لداخل وما عقتيش به ولا اون اوتيت مع الاوتيت ماش كيقولوا لها بالعربي، راه هذيك رمي راه ممكن انه يدوز عام عامين ويموت ليه، لان ما تبرا ما داواتش انه بقاش فيه غير مع الماكله ومع هذا كيديباسي عاوتاني كترجع ليه عاوتاني كيديباسي عاوتاني كترجع حتى كيف كيموت. ربما هذه هي من اسباب الوفيات ديال الطيور، تنبهوا ليها الاخوان. نرجعوا للمساله ديال الصدمه الحراريه. الصدمه الحراريه نقولوا واخا هو خرجناه هبطنا ليه الحراره طلعنا ليه هبطنا ليه طلعنا ليه وغادي عاوتاني ندخلوا الكاغو ونسدوا ليه ونقولوا ليه انت هو الشريط الملكي باش تحفظ. بيني وبينكم واش غادي يحفظ بطريقه طبيعيه؟ واش مرتاح هو؟ تعرفوا بان الصدمه الحراريه اش كيوقع للطائر؟ كيوقع ليه ما يسمى بدي دي كونتراكتور دي تشنجات تشنجات عضلية في جميع الجسم ديالو، لدرجة أنه هناك واحد 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 لارتيكل سيونتيفيك قريت بأنه هذيك لي شوك تيرميك ممكن كيديروا لهم دي توختيكولي. توختيكولي شنو هو الإخوان؟ هو ملي كي هاد القضية أنا جاتني سبحان الله جاتني غريبة، هذاك الطيور اللي كيبقى يدور راسه كيبدا يتعنس كيخرج لك بالتلقين وديما كيدير لك بحال هكا كيرجع باللور كيدير بحال هكا حتى كيبغي يطيح ما كنعرفو مالو. هذاك ما يسمى بان تورتيكولي اللي ناتج عن صدمه حراريه وقعت للطائر وقعت الطائر في خلال الترقين ديالو، ربما في واحد النهار اللي دوشتي ليه واحد النهار اللي شمشتي واحد النهار اللي سديتي عليه بطريقه يعني بروسك. فهذه كلها انا اضطريت ندير هذه الحلقه لان عندها علاقه اولا بسلامه الطائر، وخاصه انا هذه اللحظه هذه الاخوان خدامي الترقين خدام بداو الناس كيدخلوا في القرى وفي المساتة وداكشي، ما بغاش تفوتني الفرصة بلا ما نبل الإخوان لهاد المسألة هادي على أساس أننا نكملوا يعني الحديث ديالنا على 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 الأمور ديال يعني مراحل التلقين. وصلنا للتبجغيط وصلنا للتبجغيط الثاني والبلوارة والتعامل ديالنا مع 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 طائر الحسون. نتمنى الاخوان هذه الحلقه تكون مفيده لان انا صراحه استفدت بزاف من هذا الكلام اللي كنقول فيه، انا مستفد منه انا هو الاول لان ربما وضح لي بزاف ديال الامور ولا بزاف ديال التساؤلات اللي كنت كنتسائلها، واننا خاصنا نبداو نردو البال مع هذه الامور هذه. فرساله للاخوان المتشددين في وسائل التلقين، انتبهوا لهذه القضيه وحاولوا ديروا هذه الاكسبيريونس ديال الترمومتر داك الميزان الحراري، حاولوا تقيسوا على الاقل الاخوان كمبدا حاولوا تقيسوا الحراره اللي كاينه وسط الكاخو. هذيك المعلومه غادي نحاولوا نشوفوا مع في الابحاث العلميه لو كان طائر اللي خصو 41 درجه
ونحطوه في واحد اون اونسانت ولا في واحد لومبيونس اللي فيها مثلا واحد الحراره كذا، غنكونوا حنا عبرناها. كيف يجب التعامل مع هذا الشيء اخوان؟ اش كنديروها في اطار اننا نتساعدوا بيناتنا حتى مع الناس ديال الكاخون، اننا نوفروا لهذاك الكائن الحي واحد الحياه اللي هي مريحه لتليق بطائر نحب وهو نعشق. فتحياتي واحتراماتي للاخوان، والى اللقاء في حلقه قادمه. السلام عليكم.